ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا سبعة. النهارده هنلعب مابت التبني. ما تنسوش تدوسولي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. بص، هو جايب لي اختيارين، يا اما اكون بيبي او يا اما اقدر اتبنى اي حد اكون كبيره. بصوا، ده انا دلوقتي هنغير هدومي. دلوقتي انا هلبس اللبس البند، عجبني فعلا لبس البند. دلوقتي عايزه امسح الكمامه اللي انا لابساها دي. ايه الكمامه دي؟ ساكن لابسها عشان فيروس كورونا، لكن مش عايزه البسها. وين النضاره دي؟ شيلها يا عم، شيلها. دلوقتي انا هغير السكن بتاعي. حلوه السكن ده، عجبني. عايزه بقى اعمل تسريحه جديده لشعري بدل التسريحة القديمة دي اللي بقالها معايا أسبوعين كده. لا، قديمة جدا. لا، برضه مش دي. طب دي حلوة، حلوة دي، بس عايزة ألبس طاقية بقى، مش عايزة ألبس دي، أحسن وحشة. دلوقتي أنا هلبس البتاع ده، بصراحة عجبني جدا. دلوقتي انا هوريكم ان احنا دلوقتي انا هحط الفلوس بتاعتي في الحصالة. اصلا بصوا، انا شريت البتاعة دي. بصوا، بندوس على دي وحسب المبلغ اللي معانا نضغط. انا كده قلت لها اني هحوش 120، كسبت لي. ماشي، دلوقتي كل الفلوس اللي معايا اتحولت في الحصاله، وطبعا اقدر ومن هنا نقدر ناكل البتات. بصوا، احنا من هنا نقدر نشتري بتات. بصوا، ادي كل اللي معايا، كل البتات اللي معايا. انا بحب بصراحه الارنب بتاعي ده قوي. اول حيوان فتحته في اللعبه دي هو الارنب ده. بصوا، من هنا تقدروا تشربوا، تدوسوا على حرف الايه او بالماوس، تدوسوا كده وكده الحيوان هيشرب. تدوسوا كده وكده الحيوان هياكل. دلوقتي انا عايزه اودي البيت فسحه، وده المطبخ، وهو ده باكل البيت المطبخ، ودي اوضتي او اوضه الكلب برضو، اوضه الارنب، اوضه الحيوانات يعني. ودي الصاله الطبيعيه بتاعتنا اللي بنستقبل فيها ضيوف. ودي هنا حتة يعني هبقى احط فيها كنبة وحاجات ونقعد انا وصحابي، مثلا لو واحدة يعني دخلت معايا المابا وعايزة صاحبتي. ودي اوضة النوم بتاعتنا انا والبيبي ولا الباني ده معرفش. السكن بتاعها مش عاجبني خالص، السكن خفيف كده. ايوه، السكن ده عامل زي الشجرة بتاعت الكريس تقريبا، اللي في امريكا، اللي متابعين قناة يعني في امريكا عارفين اقصد ايه يعني بامريكا. بس انا مش من امريكا، انا من مصر. دلوقتي الكلب بتاعي عايز ينام، بيقول لي انا محتاجة انام، تعالى انا هنيمك. قصدي الارنوب ده، معرفش ايه ده، بس هو عايز ينام. دلوقتي انا نيمته، يلا نيم. نام 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 يا عاشورة، نام يا جميلة، نام 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 يا ارنوبة، نام يا ارنوب. يلا بقى، يلا بقى عشان اشيلك ونتفسح. دلوقتي انا اخدت 7، اروح احوشها في الحصالة عشان في بصراحة بيضة بتعجبني فيها جدا، بس هي للأسف ب1400 وانا معايا 605 مش مهم. بس انا هقعد دلوقتي يا كابتن.
امشي انا هعرف برضه، هفضل سايلك وانا بشوف المكتب. دلوقتي زادت، يلا هو فين يا نوتي؟ تعال تعال يا نوتي، مش هعرف هو فين النوتي ده. تعال يا نوتي، كل ده مش راضي تيجي لحد يا ماما. بصوا احنا في اللعبة دي نقدر نتبنى طفل، لكن انا طبعا مش عايزة اتبنى طفل، عشان بصراحة كل ما بتبنى طفل الطفل بيجري وبيهرب وبيعمل، ومبعرفش اتبنى بيه يعني. بس البيت بتاعي عطشان، هشربه دلوقتي، هشربه. فين بقى فين بقى؟ اهوت، تعالى بص انتوا تقدروا تاكلوه ازاي، تدوسوا على فيه دي وتسيبوه، وانتوا هترموا الاكل وهو يشرب، يشرب بطريقة غريبة. دلوقتي في اكست، الاكست ده يعني ايه؟ يعني مكان نقدر نتفسح فيه، نلعب مع البتات، نجيب بتات. دلوقتي انا هوريكم الشوب اللي مش عارف يعني وعايز يبدأها، منين نجيب حيوانات يا سلام. بصوا هي ببساطة بتبقى جميلة جدا. بس ايه ده يا عم، دخلني الاكست، دخلني ايه الغريبة دي؟ عارفة ان هو اكست، دلوقتي هيدخلني الاكست. دلوقتي دي المدينة، ده بقى المحل المشروبات، وده محل الايس كريم. طبعا في محل الايس كريم هوريكوا حاجة مميزة اللي معاه روبوكس يعني وبيحب البتات. من هنا نقدر نشتري سمك نرميه للبطاريق وياكلوه، والبتاع بتاعي عايز ياخد دش يا كابتن. انا مش عايزه، انا هاخدك دش، انا مش هاخدك دش، انا مش هاخدك دش يا عم، مش يا ستي انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه اخد ايس كريم الفانيلا. ايه ده اكلتها يا نوتي؟ خدت هوت الفانيلا واخد طعم الفراولة، طعم الشوكولاتة ليه؟ انا عايزة طعم الفراولة يا عم. ايوه كده، تعالى بقى يا طعم الكريز يا حبيبي. دلوقتي انا هشيله في الشنطة، الكلب والأرنب بتاعي عايز يظهر مع البطاريق، هنقدر نكلم البطاريق بس بيقول لنا انا عايز السمكة الذهبية وتقدري تاخديني بس ارجوكي اكليني. انا مش عايزة كده، انا معيش روبوكس، واللي معاه روبوكس يعني بيحب ياكل البطاريق ويعمل الحاجات دي. دفعت كاش واحد. الكلب الارنب بتاعي عايز يلعب في الملاهي، لو عملكم العلامة دي روحوا الملاهي دي. دلوقتي انا هلعبه في الالعاب اللي هنا، دي طبعا لعبة تدوسوا على حرف الاي اللي في الكيبورد او تدوسوا عليها بالماوس. دلوقتي كده هيلعب، يكتب لكم برنس جميلة. دلوقتي كده انا هسيبه يتفسح في دي، يتوه فيها حبها. خليه ينط على الحواجز، نط على الحواجز، نط على الحواجز، نط على الحواجز. عجبتك دي؟ هتعجبك بقى الجاية دي، خدها يا نوتي. أجمل زحليقة. وي أنا مالي كده ليه؟ أنا عايز ألعب بقى على المرجحة اللي هناك، أصل في مرجحة هنا تجنن تحفة جميلة جدا، بس هوريها لكم. بصوا أهي، بصوا نطيت عليها ريكيب سبيت. اوب، طبعا اقدر اتمنى اي طفل صغير، اقدر اتمنى الطفل ده، لكن هو معاه باندي، الباند اللي انا نفسي اجيبه. ماشي، دلوقتي انا هفسحك يا باني 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 باني. عايز اشتري لك حاجة، لعبة دي انا انا عارفه ان فلوسي مش هتكفي، بس هجرب اشتري لك. نفسي اعرف الهديه دي بكام. 490 يعني ب 500. كابتن كابتن بابا نويل انت امشي، ودي ب 200. عايز اغير هديه فيهم بكام؟ ب 70. طيب
دلوقتي بقى البت بتاعها جعان، دي معاها نفس البت بتاعي. واو دي معاها يونيكورن، نفسي اعمل معاها تبادل وتوافق تبادل معايا باليونيكورن ده. طبعا اللي نفسه يشوف اليونيكورن ده انا بتاعتك ايش يا ظالمه. تلاتة ليه؟ دلوقتي يعني لو انتوا معاكوا بيبي او عايزين تتبنوه وتجيبوا له لعبه يعني وتجيبوا له حاجه، بصوا هتروحوا على شوب البيبي. شوب البيبي ده مش هنشتري بيبي، لا هنا هنشتري حاجات للبيبي، اكل للبيبي. بصوا ده اكل البيبي، ودي العاب للبيبي، شخاليل والعاب يعني، ودي بزازات رضاعات للبيبي، ودي عربيات نقدر نشيل فيها البيبي، نقدر نشوف فيها البيبي والبت. ايه ده جالي كاش. حلوة دي، بس انا مش عايزة اشتريها من البت بتاع جعان 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 يا ارنوبي. هاكله ايس كريم، مع اني مش عارفة ان في بنت يا بت تخطئ، احطلك القطة الجذبة دي ولا حطت حلبية. طيب حاجة تليق بالمقام كده، صاحبة تريدنج مش مهم، بس انا عايز اكله. بس اول مرة اشوف بنت بياكل ايس كريم، نفسي ادخل البيت ده. وبي وبي يبي يبي، انا حاسه اني بطير 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 بطير. تنططي اعلى جنب، وده مثلا للي بيحبوا الباركورات يعدوها وكده. بس انا هدخلها معاك واعرفكم ازاي بتتعمل. ادي دخلت الباب، باركور بتاعها اظن لو وقعت في المايه ايه. لا اخرج، ليه اخرج؟ ادخل هنا من يمكن في حاجه حلوه. الباركور خشب، هقطع على خشب عشان في لابا، عشان لو وقعت في لابا تحت هتفنش، قصدي في النار دي، معرفش بتلخبط بالنار واللاب وكده يعني. صوم، هو الباركور ده ما هيكون سهل شوية. وقعت، خرجوني. ده طبعا اللي بيحبوا باركورات وبيحبوا يلعبوها كده في كذا لعبة، بس انا ما بحبش، انا مش من الناس اللي بيحبوا الباركورات خالص. طبعا هتسألوني ليه يا سارة ما بتحبش الباركورات، وانا كنت بشوفك بتلعبي مع ابوكي، لا كده لعبة المربية لعبة المشربية. بصي يعني قصدي ما بعرفش العب حاجات زي دي. دلوقتي انا هرستر عشان اتحشرت. مش اتحشرت ليه؟ البيت بتاعي عايز يروح المخيم. تعالى يا نوتي. انا خفيت واختفى. هذه يا سما برنسيس كده، انا برنس. ازود. فين النوتي؟ فين النوتي؟ انا عايزه احطه اطلعه من الشنطه، النوتي ومعايا بتاع، بس مش عايزه احطه بتاع. فين يا فيتك يا نوتي؟ فينك؟ وده طبعا البيت ده حصل في بيت الملك. مين اللي عايز يعرف بيت الملك ومش بيت الملك كده؟ بس انا هوريكم اللي عايز يشتري بيت وبيت الملك ومش بيت الملك. دلوقتي طبعا انا دلوقتي هروح اوريكم بيت الملك فين. بتدوسوا بتروحوا الاكست ده، البتاع الاحمر ده بيدلكوا على اكست. وبصوا انتوا تقدروا تصاحبوا حد من اللعبة دي. انا على فكرة مرة كنت بلعب اللعبة دي، ففي واحدة يعني كانت بتلعب معايا، كانت ضايفالي يعني صداقة، وانا قلت لها صداقة. لا عايز يشوف شكلها؟ لا اهي هي دي، وانا هوريكم بيتها دلوقتي. انا رحت عند بيتها
او تليبوردنج ما اعرفش. نفسي اعرف هي فين. مش مهم، بس انا دلوقتي ده الشوب بتاع البتات، ولو مثلا في بيبي مستني. بصوا من هنا بيبي، هنا نقدر نحصل على بيبي، بس طبعا مفيش بيبيات عشان مفيش بيبيات بتوعنا. وهنا بقى ده شوب البتات زي ما قلت لكم. بصوا البيضه دي ب 350، والبيضه اللي عامله زي السنجاب دي ولا ما اعرفش عامله زي ايه دي، واللي عامله زي البندق ب 750، والبيضه دي ب 600. دي البيضه العاديه طبعا هتبقى معاكم. شكلها دي زميلتي ومسك فار، ما اعرفش ماسكه ليه. والبيضه الملكيه هي دي بقى، البيضه الملكيه اللي قلت لكم عليها 1450. عايز تعمل لي تريدنج؟ حلو. حاطط حاجه، والله انا حاطه في طبتي، حاطه لها قطه. شكلها نفسها في البتاع ده اللي معايا، لكن ابدا ابدا والله ما انا عطياكي الريد باندات، الباندا الحمراء اسمه ريد باندا. تعالى يا كابتن ريد باندا، انت ولا ما اعرفش اسمك ايه انت، تعالى لي يا نوت. نفسي اعرف ده بيعمل ايه. ده مش مهم. ايه ده، انا ضربت دي البت ولا عملت ايه؟ ده اللي بيعمل ليزر. والله يا روقانك يا روقانك، ليزر. لا مش ليزر، بتاع تمشي الكلب. شكلها غريب جدا. البت بتاعي عيان عايز يروح المستشفى. حبيبي ثبت عليا، يلا نروح المستشفى، يلا نروح المستشفى، يلا نروح المستشفى. بس فعلا مفيدة البتاع دي، عشان البت ما يقعدش يجري وانا اجري وراه، ولا انا بجري وهو يجري ورايا. تعالى انت هتقعد معايا فيها، تعالى يا نوتي تعالي. والله انت هتقعد وهتتعالج لحد ما تتعالج. ايه ده، انا رهنت على حجرتي. ايه ده، البت دي برضه بتاع عيان. هاخد 12 ودي هاخد 12 ودي 7. كله مستني، كله مستني. دوري وتعالى تعالى بقى، يا تعالى 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 تعالى، هسيبك هسيبك. تعالى يا روقانك، يلا 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 يلا. اسمه كين او كي، معرفش. اللي يعرف اسمه يكتب لي في التعليقات. اذا انت عايز تروح المدرسة، اتصدمت. نفسي اعرف هو في بنت بيروح المدرسة. ايه ده، ودي معاها ارنب رفنوع، والارنبي مش عامل دايت، قاعد ياكل بطاطس بطاطس بطاطس، وهي ارنبها عامل دايت. اشمعنى ارنبك عامل دايت وانا ارنبي مش عامل دايت؟ ليه ارنبك مش عامل دايت؟ ليه انا ارنبي عامل مش عامل دايت وانت ارنبك عامل دايت، وقلبنا الدنيا دايت دايت. تعالى يا نوتي، تفيد تفيد يا نوتي. بكام كوين دي؟ بكام يا عم؟ قولي بكام. 20؟ ليه؟ عصير ليمون ب20. شكلها البت اللي مغلية الاسعار دي. يا نوتي يا نوتي. جوت، ادي جوت دلوقتي هاكلك يا نوتي، هاكلك. شفت اختك، هي اختك نسخة منك. كل يا ريد باندا كل، ده مخليها البت بتاعها ملكة. والله يبسي روحها ملك ملك ملك. تعال شد نفسك تتعلم. تعال 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 اتعلم اتعلم يا اخويا، اتعلم اتعلم يا اخويا اتعلم. تعال انت هتقعد تاكل في الاكل. يلا يلا يا كابتن كابتن، يلا عشان اهيلك. يلا كابتن. طب كابتن كابتن يا ولد، تعالى انت تقعد تاكل اكل الناس، بتمشي بقى بتمشي بقى. يلا تعالى يا نوتي، هتيجي بقى انت جعان، هتيجي قعد دلوقتي. يلا يلا يا شيخ، حرام عليك خدمت اليوم ده. كل بتاكل بقى بتاكل بقى بتاكل بقى. ما عندي
حلو البندي ده، نفسي بدل معاه، بس البندي بنده. في حد بيك ويقارن البندي الجميل ده بالبند المقرف ده؟ في حد بذمتكم هيقارن ان هما الاتنين باندا؟ ده مش باندا، ده مش باندا، ده دي بتقول او نو او نو او نو او نو. ليه جرب حاجة؟ انت اتخطفتي؟ عمك اتخطف؟ لا. وبس، وده اللي كان عندنا في فيديو النهارده، والسلام عليكم. باي باي يا اصحابي، باي باي.